الرحمن الرحيم، النهاردة هنشوف تطبيق اسمه كاد تاش فري. التطبيق دوت زي اوتوكاد على التابلت. اقول له هنا تراي، عايز اجرب البرنامج. تمام، وابدأ اشوف الشغل، مساحة الشغل تحتي. هنا مثلا عايز احط لير جديدة، مثلا هسميها لير. اقول له اوكي. تمام، وابدأ اشوف انا عايز اشغل انا لير. ودلوقتي هبدأ اشوف الأدوات الاستخدام. ده مثلا ده التحديد، ده لو هترسم نقطة، ده لو هترسم مثلا خطوط بول لاين. أقول له أنا عايز أرسم النقطة دي للنقطة دي بالشكل دوت. ممكن أقول له عايز أرسم هنا، وممكن تغير الأبعاد ديت. تقول له أي الدايمنشن عايز تغيره زي ما أنت عايز. ممكن أقول له أنا عايز أكتب مثلا، خليني أكتب هنا. ممكن عايز ارسم مساحة مثلا مظللة، بدوس وابدأ اسحب بالشكل دوت. تمام، عندك ادوات كتيرة ممكن تعمل، مثلا روتيت، ممكن تعمل موف للحاجة. تمام، فده من التطبيقات اللي انت تقدر مثلا لو انت عايز تشرح لحد اوتوكاد على السريع على التابلت، او ترسم حاجة سريعة اول ما تروح تفتكرها. برنامج لذيذ.